مرحبا بكم في قناه شهيوات ام العربي. اليوم غادي نوجدوا واحد الكيكه سهله وبسيطه بالفلون. لهاد الكيكه غادي نحتاجوا كاس ديال الطحين، كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، جوج بيضات، جوج خمارات ديال الحلوه، وغادي نحتاجوا كيس ديال الفلون ديال الكراميل. انا استعملت هذا النوع اللي كيكون بالسكر، الوزن ديالو فيه 49 غرام، وراه كيكون معاه هذا الكيس ديال الكراميل. ممكن تستعملوا اي نوع متوفر، انا كان عندي هذا هو اللي استعملت، المهم يكون فلون كراميل. غناخذوا الخلاط الكهربائي هذا ديال العصير، غندير فيه الحليب، وغندير فيه الزيت، وغنزيد عليه السكر السنيده. داك الكاس بغيت غير نذكر، هذا الكاس اللي انا عبرت به راه كيساوي العبر ديالو كاس ديال العنبه، يعني العبر كامل غديروه بكاس العنبه. دابا غادي نزيد هذاك الفلون، حليتو الفلون نكهه الكراميل، غادي نضيفو، وما غاديش ما نديرش مع هذيك الصوص كراميل، لان الصوص كراميل غادي نحتاجوها غير للتزيين. انا درت كلشي في الخلاط الكهربائي، وغادي نطحنهم مزيان هذا الخليط. انا درت كلشي في الخلاط شغل كل يوم. الخليط ديالنا ملي تخلط هانتو كيولي بحال هكا، كيولي بحال الكريمه عاقد بحال هكا. غادي نقصوا من هاد لا كريم ديال الفلون والزيت والسكر والسنيده والحليب كاس باش نزوقوا به الكيكه في الاخر. هانتوما كما كتشوفوا كتجي عاقده بحال الكريمه. دابا نقصت هاد الكاس، غادي نحتفظ به في الثلاجه باش غنزوق به ملي طيب الكيكه. وفي هاد الخلاط غادي نضيف هادوك الجوج ديال البيضات، وغادي نخلطهم مزيان ونطربهم، عاد نضيف الدقيق والخمارات. درت كلشي في الخلاط، البيض زدتو على هذيك الكريمه، وغادي نطربهم شويه. ملي خلطت البيض مع هذيك الكريمه غادي نفرغه في شي اناء بحال هكايا. غنضيف عليه داك الكاس ديال الطحين اللي ذكرت مع المقادير، وكنعاود نكرر ان العبه هذا الكاس اللي عبرت به راه كيساوي كاس ديال العنبه. وغادي نضيف هذوك الخمارات، كنخلط هذوك الطحين والخمارات، وغادي نديرهم في شي مول يكون مدهون طبعا بالزبده ومرشوش بالدقيق. وكل سيده تختار المول اللي بغات، يا اما مستطيل، مربع، داير الاشكال الشكل اللي بغات. انا هل الكيكه كي كتجي في الفوليوم ديالها، يعني في واش عقده ولا جريه، عادي بحال اي كيكه عاديه. انا غنكملها وغنديرها في المول اللي غيدخل الفرن. انا اختاريت المول داير، دهنته بالزبده ورشيتو بالدقيق، وغادي نفرغ فيه الخليط ديالي ديال الكيك، وغندخلها للفران طيب عادي
الخليط ديالنا ها هو درتو في الكيك في الطاوة، دابا غادي ندخلها للفرن طيب. كل سيدة على حسب درجة الفران ديالها، دغيا كطيب ما تحتاج حتى 25 دقيقة ونخرجوها من الفران. الكيكة ديالنا ملي طابت وخرجت من الفران كتجي بحال هكايا وهي سخونة، مباشرة نزينوها بهذاك الكاس اللي خلينا ديال الكريمة ديال الفلون، وغادي نديروها على الوجه ديال الكيك وهي سخونة باش تلصق لينا هاد لاكريم. ملي درنا فوق منها هذيك الكريمة غادي ناخدو هذاك الظرف ديال الكريم كراميل اللي بقى لينا وغادي نزوقو به الكيكة عشوائي. بحال هكايا وكنقدمو الكيكة، نخليوها حتى تبرد ونقدموها بالصحة والراحة. هذا هو شكل الكيكة النهائي، كنخليوها حتى كتبرد مزيان وكنقدموها ونتناولوها بالصحة والراحة. نتمنى الكيكة ديال اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم، اللي عجبتها الوصفة تعمل جيم للفيديو، وما تنساوش تابوناو بلا شين ديالي باش دائما توصلوا بجديد الوصفات، والى وصفة قادمة بحول الله. كيكة بالفلون كراميل.